في لقاء نظم حول موضوع الهجرة والمعالجة الإعلامية في المغرب من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هامش الدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، دعت رئيسة الهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمع البصري السيدة لطيفة أخرباش إلى معالجة إعلامية موضوعية لقضية الهجرة بعيدا عن الصور النمطية والأحكام المسبقة. هي لظاهرة الهجرة ولقضايا المهاجرين هي في الحقيقة محل مساءلة في العالم كله مش غير في المغرب، لأنه الهجرة أصبحت ظاهرة شمولية والمجتمعات ما كانش دائما مهيئة لاستقبال المهاجرين، إلا أنه الإعلام ضروري يقوم مجهود باش ما يكونش جزء من المشكل وينقى بمعالجته الإعلامية لقضايا الهجرة. ولطالما عالجت وسائل الإعلام قضية الهجرة كأنها أزمة أو آفة تقوض تطور البلدان، بينما الهجرة هي ظاهرة عالمية وإنسانية محضة كانت موجودة منذ قديم الزمان، وأن حقيقة الظاهرة مختلفة تماما عن الصور النمطية التي تنقلها وسائل الإعلام والتي تقدم أخبارا حول الظاهرة دون الاستناد إلى مصادر موثوقة أو بيانات مؤكدة. والهيئة العليا للإعلام السمعي البصري كتحس براسها معنية بهذا الأمر وتريد أن تشارك، وبدأت في تنظيم عدة ملتقيات حول هذا الأمر، تريد أن تشارك في مجهود عام وجماعي لترسيخ ثقافة معالجة إعلامية لقضايا الهجرة على أساس أولا الخبرة، ثانيا حقوق الإنسان، ثالثا التعامل مع المهاجر كفاعل وليس كموضوع. هذا وخلص اللقاء إلى أن الصحفي يجب أن يعي أهمية قضية الهجرة والدور الذي يجب أن يضطلع به في التوعية، داعينا إلى تكوين الشباب والصحفيين لبناء مقاربة جديدة حول القضية.